أتذكر طفولتي، لقد أحببت البقاء في القرية لألهو مع الطيور. لم أخف من الخيول أبداً، نمت مرة في الإسطبل. أتذكر الآن وأفهم إن القرية جذبتني دائماً، والآن وبسبب الظروف أنا أعيش في القرية. فوجئت حين وجدت أنني مرتاحة هنا، ولطالما عرفت أنني سأحب العيش هنا. تنقسم حياتي إلى مرحلتين، قبل الحرب وبعدها. ولدت قبل الحرب وترعرعت في دونيتسك. أحببت مدينتي كثيراً وتمنيت أن أموت فيها، ولكن الحرب وقعت في سنة 2014 وطردتنا من تلك الحياة القديمة. وبدأنا نفكر كيف يمكننا أن نبدأ حياتنا مرة أخرى، وبما أن الوطن لا يختار ولا يجب أن يخان، لذا قررنا أن نبقى في صف أوكرانيا حتى النهاية. ورحنا نفكر وغيرنا مكان الإقامة 6 مرات، أردنا أن نبدأ بأبسط الأشياء، وفكرنا مع أصدقائنا النازحين وقررنا المخاطرة ومزاولة الزراعة. دون أي خبرة، فنحن أبناء المدينة منذ ولادتنا. ولكن هناك جوجل والرغبة. بدأنا ندرس من خلال الإنترنت ونتعرف من خلال المنتديات، وقررنا أن نربي الطيور. اقترفنا كثيرا من الأخطاء، ورغم ذلك يبقى هذا العمل مثيرا للشغف. هكذا أصبحنا مربي طيور. يوجد طلب على الديوك الرومية، وبسبب هذا الطلب ركزنا على تربيتها. حجم الطلب في سوق الديك الرومي يبلغ 100,000 كيلوغرام، في حين أن الإنتاج يغطي من 20 إلى 30,000 كيلوغرام. بالتالي إمكانات السوق كبيرة، وتشهد زيادة في الأسعار والطلب على هذه المنتجات. في بداية عام 2018 بلغ إنتاج الديك الرومي 1.6 مليون طير، وإمكانات نمو السوق كبيرة للغاية. متوسط استهلاك الشخص الواحد للحوم في أوكرانيا قرابة 52 كيلوغراماً، منها 60% هي لحوم الدواجن. أما فيما يخص التوجه السائد لسوق اللحوم ككل، فإن استهلاك اللحوم الدهنية مثل لحم الخنزير ولحم البقر والضأن يشهد انخفاضاً سنوياً، في حين إن استهلاك الديك الرومي يزداد بسبب توجهات تناول الأكل الصحي. لماذا تعد الديوك الرومية مهمة؟ يستخدم الديك الرومي في البيوت الخاصة بدلا من الكلاب، لأن الديك الرومي يحمي أسرته وهو لا يخاف أبدا، ومن السهل جدا عليه مهاجمة الشخص حتى ولو كان أكبر منه، حتى يمكنه أن يتعارك مع كلب في معركة غير متكافئة. ينظرون إلى الأشخاص الغرباء بعدوانية، خصوصا إذا كان مرتديا اللون الأحمر. يتعلقون بالإنسان كثيرا ويعتادون على الشخص الذي يهتم بهم، وخاصة عندما يطعمهم. عندما يكونوا صغارا يجلسون على كتفك وينظرون إليك، أرجوك امسح بيدك علي.
يمكنهم أن يتقاتلوا من أجل الحصول على مكان بالقرب من المربي. هذا مذهل. فعادة الدواجن أنها لا تتصرف على هذا النحو، في حين أن الديك الرومي يحب أن يعار الانتباه له. نمو الديك الرومي يكون طولياً، بينما تنمو الطيور الأخرى حجمياً مثل مراهقي البشر، يكون طويلاً ونحيفاً خلال فترة الانتقالية. من ثم وبعد أن ينمو هيكله العظمي بالكامل ويقوى، يبدأ في اكتساب الوزن، ولأنه يستغرق فترة طويلة للنمو لا يرغب أي مزارع في تربيته، إذ من الأسهل تربية الدجاج أو البط. لماذا تنمو ديوكنا الرومية مدة طويلة؟ هذا طبيعي، لأنه يتحرك ويفقد السعرات الحرارية. نحاول أقصى جهدنا ألا نحشوها بالأدوية. تنمو على هذا النحو لفترة أطول، ولكن طعم لحمها يكون أفضل بالطبع. لم أحب أبداً لحم الديك الرومي، ولم أعترف به لحماً، كان بالنسبة لي بلا طعم. ولكن عندما تذوقت لحم ديكنا هنا، أدركت أنه لذيذ جداً وأنني أحب هذا الطعم. ننقعها مسبقا في زيت الزيتون والفلفل الأحمر الحلو وبعض السكر والثوم، ونحشوه بالبرتقال والحشائش والزعتر. ربطناها بخيط لتحتفظ بشكل جيد، وشويناها في الفرن على حرارة 150 درجة مئوية طوال الليل قرابة 8 ساعات. حصلنا على قشرة ذهبية، وانفصل اللحم بكل سهولة عن العظم. يفضل تقديمها مع صلصة التوت أو مع الصلصة التي صنعناها من البرتقال. صح وهنا. يعد لحم الديك الرومي واحدا من أفضل اللحوم الصحية. يستقلبه الجسم بشكل جيد للغاية وبسهولة، وهو يحتوي على قليل من الدهون، يحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم، وهذا أمر جيد. فعند طبخ الديك الرومي يمكنك ألا تضيف الملح. هو مضاد جيد للاكتئاب، يؤثر على إفراز هرمونات السيروتونين والميلاتونين، الهرمون الذي له تأثير مهدئ ويساعد على نمو جيد. السيروتونين هو هرمون الفرح والسعادة، إن تلك الأحماض الأمينية والفيتامينات الموجودة في لحم الديك الرومي تساهم في ذلك. نحن نطعم دواجننا الأعلاف الجيدة، القمح والذرة والصويا، دون أي إضافات، فهي لا تأكل المواد الكيميائية. نقدم لها في الصيف الأعشاب وفي الخريف اليقطين. نحن نصنع الأعلاف بأنفسنا ولا نشتري الجاهزة. هذا إعلان، اشتروا أعلافنا.
وستنمو الطيور بسرعة جنونية. أجل، قد تنمو كذلك، لكن من بين زمائننا هناك من يقدم لحم الديك الرومي كمكمل لغذاء الأطفال الصغار. أنا نفسي أم لطفلين، لذا اتخذنا قرارا بأن نستخدم الحد الأقصى من التغذية الطبيعية. يقول الزبائن لي: لينا، شكرا جزيلا لك، لم نأكل مثل هذا اللحم في أي مكان آخر. زار مزرعتنا مدراء وطهات كثيرون، شاهدوا بما نغذي الطيور واختبروا الأعلاف. يمكنني أن أتذوق الأعلاف أنا بشكل شخصي، فإذا كان طعمها لذيذا ورائحتها جيدة يكون كل شيء على ما يرام. يشترون منا الآن الديك الرومي في أوديسا وفي إقليم كييف. نحلم في الوصول إلى السوق الأوروبية بكل ثقة. زبائننا دقيقون للغاية، لقد اختبروا منتجاتنا ثم اشتروها، ونحن لا نخاف التفتيش ولا لجان الفحص. توجد إمكانيات كبيرة لتصدير الديك الرومي من أوكرانيا، نظراً لكون المنتجات الأوكرانية تتمتع بأسعار ونوعية جيدة، وبالتالي فإن هذا سيجذب منتجي الديك الرومي المحتملين لبيع منتجاتهم، ليس على المستوى المحلي فقط بل والأجنبي أيضاً. الدول المستوردة الرئيسة هي هولندا وليبيريا وغانا، يصدر إلى هذه الدول قرابة 80%. الناس هنا طيبون ويحاولون المساعدة دون مقابل. لا يوجد شيء من هذا القبيل في المدينة. هناك الازدحام الدائم والجميع مشغول. لدى الجميع وظائف وأعمال، ليس لديهم تواصل بشري بسيط مثل هذا. بينما يعيش هنا الناس بكرامة، التقيت بهم وفوجئت بذلك. أنا صاحبة عمل، وهنا تقول لي: يا لينا، خذي هذه البطاطا لك وقطعة اللحم هذه. وهذه عاداتنا هنا، الجميع يطعمني، هذا مذهل في عصر اللامبالاة. بقي في القرى هؤلاء الأشخاص الذين ينبغي أن تكتب الكتب عنهم، رغم أنهم قالوا دائما: يا إلهي، القرية فقيرة، كيف يكدحون هناك؟ في الشتاء فقط يجلسون في البيوت، ولكن في الواقع هناك ما يمكن تعلمه منهم. الناس مذهلون، وهذا يمنحني دعما كبيرا. طبيعتنا رائعة جدا حسب ما أرى أنا شخصيا. أخبروني أين يمكن أن نرى شيئا بمثل هذا الجمال. يوجد عند كل شخص وطن هو أرضه الأم، والناس والسماء وشروق الشمس وغروبها. هناك أجمل ما في الدول الأخرى، ولقد رأيت ذلك، ولكن أرضي تسحرني دائما، حتى حقول القمح عندما تموج أو حقول الخشخاش أو عباد الشمس. لقد وهبنا الله هذه الأرض، فهي الوطن قبل كل شيء.